دائما رفقة الكوتش أسماء مجاني مختصة في التربية الإيجابية. أهلا بك كوتش أسماء. أهلا سناء. الله يبارك فيك. اليوم في موضوعنا غادي نتعرفوا معك شنو كتقترح التربية الإيجابية للأباء باش ما يبقاوش يعاودوا الهضرة. يعني كثير من الوالدين تيكونوا مرتاحين ومستنسين في المرحلة ديال الطفولة، ولكن ملي وليداتهم تيوصلوا لمرحلة المراهقة كيلاحظوا واحد التغييرات كثيرة ما كيفهموهاش، من أهمها أنه بنتي ملي كانت صغيرة كانت كتسمع الهضرة بلا ما نعاود معاها، دابا لا، وليت كنلقى واحد الصعوبه كبيره كنعاود الهضره مرات ومرات. ولدي كان صغير كنت غير كنقول ليه الحاجه تيديرها بلا ما نعاودها ليه بزاف المرات، دابا يعني تيمحني. فشرحي لنا الكوتش يعني شنو التغيير من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه في شخصيه المراهق. بالفعل لا سناء، بزاف ديال الاباء كيشكيو من الهضره اللي تتعاود بعض المرات 10 ديال الحوايج في الدقيقه، والنهار كله حنا تنعاودوا، وهاد التكرار ظاهره موجوده في كل البيوت. بحال اللي تقول هاد الاطفال عارفين بشحال من مره الام كتعاود مثلا حبس من اللعب، بشحال من مره الاب تيعاود سير تقرا، بشحال من مره الاستاذ تيعاود انتبه للدرس. هاد الطفل تيقول مع راسو علاش غادي نسمع في الدقه الاولى وهي غادي ترجع ماما تقول لي اربعه المرات مرات نفس الشيء، على ما توصل المره الرابعه نكمل انا اللعب ديالي. دونك خلال هذا التكرار دائما الطفل كيستمر شنو تيكون تيدير، يا لعيب ولا المهم له ولا. وهذا كيعني ان ملي تنبقى نكرر ونعاود الهضره راني كنشجع الطفل على عدم الاستماع زعما الطلب ديالي في اول مره. ومن بعد التكرار شنو كيجي؟ كيجي التهديد. ملي ما تيبقاوش يسمعوا ما تيبغوش يسمعوا تمشينا للتهديد. الا ما حبستيش دابا داك لابلاي غادي نحيدها لك بمره، الا ما حطيتيش التليفون غادي نحيدو لك، الا ما طفيتيش التلفزيون، الا ما حبستيش من التلفزيون انا غنطفيها. وهنا عاوتاني الطفل عارفنا ما غاديش ننفذوا داك التهديد داك الساعه. دونك ولادنا اليوم تسانسوا بينا كنتكلموا بزاف ولكن ما تيشوفوناش كنمروا للفعل. الوغ كو شنو اللي كيخليهم يستوعبوا ولا شنو اللي كيخليهم يساعدهم باش ياخذوا هذه المسؤوليه؟ هي ماشي كثره الكلام والخطاب ديالنا ولكن الافعال ديالنا. من بعد هاد التهديدات الاباء كيحسوا بواحد لامبويسونس، تيعجزوا صافي ما تيقول لك عند بالهم راهم جربوا كل شيء، هضرنا ما تمشاتش، تهددنا ما تمشاتش، عاقبنا ما تمشاتش. كاين اللي كيرفع الصوت ديالو بلا قياس باش يخلع الطفل ديالو، زعما تيهدد بالغوات. هاد الطريقه تقدر تمشى في 5 سنين 6 سنين ولكن في 15 عام امبوسيبل، ما تتخدمش. كاين بعض الاباء غادي كاع يستقلوا وينزلوا يدهم هما باش ما يدخلوش في واحد الصراع مع الاطفال ديالو. واخا يعني في نظرك انت كمختصه اذا سمحتي شنو الحلول المقترحه يعني في التربيه الايجابيه؟ الوغ بالنسبه لهذا الشيء كاين بزاف ديال الحلول اللي كتقترحهم التربيه الايجابيه. غادي نتكلم على واحد الحل اللي تيتمشى زعما الى الواحد تبع الطريقه ديالو باش كتستعمل، رانا ان شاء الله تتكون واحد النتيجه كنسميه عقد الاتفاق والالتزام به. الوغ هنا عندنا 4 ديال الخطوات خصنا نحترموها ملي كنبغيو نعقدوا الاتفاق مع الاطفال ديالنا. خاصها شويه ديال الصبر، وخاصها بالاخص نصنتوا لوليداتنا ملي يكونوا حتى هما يتجاوبوا معانا، ما نبقاوش حنا اللي باغيين نفرضوا عليهم دائما داكشي اللي تنقولوا. سمع حتى هو شنو تيقول لك، شنو هو لو بوزوان ديالو، حتى هو الاحتياجات ديالو. مثلا غنعقد اتفاق على الوقت ديال اللعب ديال لابلاي مثلا، غادي نفتح معاه واحد الحوار، واحد المناقشه، باش كل واحد فينا غادي يعبر على الافكار ديالو بالنسبه لهذا اللاعب. غنقول له انا ها شنو تنظن بهذا اللاعب، شنو كيقدر يأديك بهذه الطريقه، ومثلا انا في نظري ما نكرهكش تحبسو في هذا الوقت. هو حتى هو غادي يقول لي لا حتى انا راني محتاج باش نلعب مع صحابي. المهم كل واحد حنا غادي نحلوا هذا الحوار، غنخليو كل واحد يقول الافكار ديالو المشاعر ديالو على هذا الموضوع. من بعد غنفكروا بجوج على الواحد الحلول وغنختاروا واحد الوقت اللي يناسب الطفل ويناسبني انا. مثلا هذا الوقت غادي يكون موعد محدد نهائي بالدقيقة، يعني إلا اتفقت معاه باش غادي يحبس واتفقنا بجوج باش غادي يحبس مع 8، يعني 8 خاصو يحبس، ما غاديش نزيد أنا دقيقة من عندي وحتى هو ما غاديش يزيد دقيقة، ولكن بواحد الطريقة. غير خصني نوعى بواحد المسألة كأم ولا كأب بأن الطفل يقدر ما يلتزمش بداك الموعد، حيت يبقى طفل هذاك الموعد النهائي ما غيلتزمش به لا المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولكن
على الأقل نلتزم بالجزء ديالي أنا اللي خاص بيا من الاتفاق. ملي توصل الساعة نتوجه للطفل وما نكترش الكلام، نقول له هذه 8 مثلا، علاش اتفقنا؟ هاد الكلمة ديال علاش اتفقنا كتلخص ليا كل شيء. في بلاص ما غنبقى نقول له ايوا شتي هي وصلت 8 مازال ما حبستيش، ما يمكنليش نتيقفاك، ما يمكن هذيك كثرة الكلام. لا، غنوقف غنقول له هذه 8 علاش اتفقنا. هو غادي يجاوبني غيقول لي 5 دقائق ماما، 10 دقائق ماما، بلاتي عافاك. غنقول له علاش اتفقنا، وغادي نسكت وغادي نمشي نتوجه نستعمل التواصل الغير اللفظي، لو نو فيربال. غنوقف وغنوريه الساعه ديالي وغنقول له ندير له بحال هكا بيدي، زعما تنشير له الساعه ديالي. واذا ما شافش فيا وهو خايد في اللعب كنحط له يدي على كتفه وتنوريه الساعه. هو هاد الطريقه هادي ديال السكات والاشاره كتخلق فيه واحد الازعاج، تيكون جيني بهادشي اللي كندير معاه، اللي واحد الوقت غادي يقدر يطفي اللعبه وهو مقلق ويقدر كاع يرمي داك لامانيت. هو ملي يرمي لامانيت ما غاديش يمشي معاها نفس في النزاع ولا في الصراع، غادي نقول له شكرا اللي التزمتي بالاتفاق ديالك. بعض الاباء كيشكيو تيقولوا لنا جربنا هادشي وما صدق ليناش مع الطفل ديالنا. ايه ممكن يوقع الا فكرت في واحد اللحظه وكانت عندي الرغبه باش الاولويات ديالي يكونوا هما الاولويات ديال الطفل. ما يمكنش الاولويات ديالي ماشي هما الاولويات ديال الطفل ديالي، اولا ما كيبغيوش يذكروا الاتفاق، تيقول لك صافي قلناها له المره الاولى ما نعاودوش نقولوها له. راه كيبقى طفل، راه محتاج لذاك التذكير مره مره، راه حنا كبار وكنحتاجوا للتذكير. بقى عاد لي جون كيبغيو الاباء في اللحظه الاولى يكون مسؤول الطفل، وفي اللحظه اللي ما غاديش يحترم الطفل فيها الاتفاق غادي بيان سور نمشي انايا للطريقه السهله هي العقاب والمحاضرات والشتم، بدل ما ناخذ الوقت ونرجع لهذاك الاتفاق ونعاود نشوف معاه يمكن ما مناسبوش، ما بقاتش مناسبه هذاك 8، نعاودوا واحد الاتفاق. يمكن باغي يبدا معطل ويساني معطل. واحد النقطه واحده اخرى هي كنرجعوا للهدف الاساسي لهذا التهذيب الايجابي ولا التربيه الايجابيه، هي مساعده الاطفال على تنميه المهارات الاجتماعيه والعاطفيه، ونكونوا نامنوا بالقوه ديال القدرات الشخصيه ديالهم. انا دابا تنعلمو باش يلتزم بداك الاتفاق ماشي على اللعبه، راه في الحياه ديالو، راه ملي كتكون عاطي واحد الموعد كامل، ملي تتكون عاطيك واحد الموعد مع شي واحد راه لازم تكون في الوقت. ملي تيطلب منك المسؤول ديالك في الخدمه مثلا ترجع له واحد الغابور ولا تهدف واحد الوقت، راه لازم تلتزم بداك الوقت. وهذا الشيء راه كنبداو فيه من المنزل، ما يمكنلوش يجي حتى يكبر عاد يتعلم هذا الشيء. هادو هما المهارات اللي تنقلبوا عليهم، زعما الواحد يشوف شويه على المدى البعيد شنو اللي تيعلم، شنو اللي غيستافد من هاد الامور. الوغ باش نشجعوا وليداتنا يتعلموا يعقدوا الاتفاقات ويلتزموا بها، ونسمحوا لهم يتعلموا من اخطائهم، حيت غادي يخطئوا، غادي يخطئوا ما غاديش يلتزموا بهم في الدار. هذا ما تيعنيش بانك راك والد سيء، ولكن كيعني انك والد شجاع، كتسمح للطفل ديالك باش يتحلى بالشجاعه حتى هو والمسؤوليه في نهايه المطاف. دونك انا بغات باش نلخص هادشي كامل اللي قلت، غادي نلخصو في ثلاثه ديال النقاط. احنا كاباء غادي نكونوا في حاله يرثى لها الا كنا كنتوقعوا بان اطفالنا غادي يتفكروا كل الاشياء اللي هي على القائمه الاولويات ديالنا وهي ماشي في القائمه الاولويات ديالهم. دونك حنا غادي نكونوا شويه غادي نتعصبوا، حيت ما عمرها ما غادي تكون. دونك خاصني نمشي دقه دقه. ثاني حاجه الا كانوا هاد الوليدات مسؤولين من الصغر، اذا ما محتاجينش لينا حنا كاباء، بينما هما محتاجين لينا على الاقل حتى السن ديال 19 و20 سنه، ومازال غيحتاجوا لنا في هذه الفتره. ولكن غير على الاقل قل من 19 عام حنا الاباء حنا اللي عندنا المسؤوليه باش ننميو فيهم هذه المهارات الاجتماعيه اللي تنتكلموا عليها دائما. ثالث حاجه هي نتفكروا بان الالتزام مع التذكير ديال هذا الاتفاق خاصو يكون بعطف وحسن كيف تنقولوا دائما، وهذا الا استعملنا هذا العطف والحزن في هذا المساله هذه غادي يكون اكثر سهوله وفعاليه مقارنه بالغوات والشتم وقله الاحترام ديالو. اذا هادو هما النصائح المهمه جدا، وخاصه يعني كيفاش الوالدين يكونوا يعني مع الاطفال ديالهم يعني في المرحله المراهقه فيما كيتعلق بهاد الصعوبه اللي كيعاني منها ديال ما كيسمعوش الهضره، وكنضطروا اننا نعاودوا الهضره بزاف المرات. السيد الحزم
والعطف. والعطف. حنا تكلمنا اليوم على انوتي هو الاتفاق مع الطفل والالتزام. الالتزام. الالتزام من طرفين. مني انا. من جهة الوالدين ومن جهة المراهق. ومن جهة المراهق. ومشي معاه بشوية بشوية راه ما غاديش تقدر تكون كاين اللي غادي تكون من المرة الأولى. إيه ما هي. في الغالب يعني المراهق يحتاج وقت. يحتاج وقت. واخا غادي نمشيو للاجابه على التساؤلات اللي معنا. فاول سؤال هذا من عند واحد المستمع. انا اب البنت وولد 18 سنه، الولد راه كيدرس في اكاديميه الشرطه والبنت عندها 15 سنه. اي حاجه طلبتها منها انا وامها كتجادل فيها، اي حاجه خاصك تقنعها عاد كديرها. هادشي كيقلقنا بزاف، وشحال مره كنتعصب عليها وتنغوت عليها. فالله يخليكم، كيفاش نتصرفوا معها؟ لانه بنتي كتبان لي عنيده بزاف. على 15 سنه هو السن اللي الوالدين كيشكيو من السلوك العنيد، ماشي هي اللي عنيده ولكن السلوك ديالها اللي ولا من السلوك العنيد، من قله السمع كيتبدلوا عليهم ولادهم، ما تيبقاوش يقدروا يتحكموا فيهم. ومن جهه المراهق عاوتاني عنده الجسم ديالو اللي كيتبدل، باغي يولي كبير وفي نفس الوقت خايف من هذه المرحله اللي كيمر منها. في المدرسه كيتحاربوا باش يلقاو المكانه ديالهم في وسط واحد المجموعه، وعاد زيد هادشي ديال انترنت وفيسبوك وانستغرام وكاع داكشي اللي كيتعلموا من غير داكشي اللي ترباو فيه. دونك هادشي كله كيخلي التواصل بين الاباء والمراهقين كيكون شويه صعيب او غير واضح. وفي الاخر الاباء كيستنتجوا من هادشي ما بقاش ولا ما بقاتش كتسمع ليا، بحال اللي تيقول هاد الاب او لا كتجادلني. اول مساله نحطوها قدامنا هي هاد الفتره راها مؤقته، راه ما غاديش تبقى بحال هكا دائما. إذا درتي في بالك بأن راه مؤقتة وغادي تدوز، راه الأب بنفسه غادي يرتاح. دونك خصها الصبر، خصها بزاف ديال الخاطر. ثانيا الآباء يعودوا النظر في الطريقة اللي كيطلبوا من وليداتهم الحاجة، هذه مهمة. واش فيها نوع من الاحترام؟ واش الصوت ديالي مرتفع؟ واش معصبة أو معصب من جهة أخرى وهي اللي كتبان لي قدامي غنفرغ عليها هاد الأعصاب؟ ممكن تكون مقارنة تحس بأن البنت حيت يقول لك بدا بولدي عنده 18 عام ودخل في أكاديمية الشرطة، أكاديمية الشرطة يمكن مفتخر بالطفل ديالو، وهي كتحس بهاد المقارنة اللي كتكون انديريكت. هذا غير رد فعل ربما منها. يمكن يمكن أنا تنقول لك يمكن زعما يمكن هاد الطفل اللي كيتكلم عليه كانت التربية ديالو العلاقة ديالو سهلة، ودابا مع البنت ديالو جات شوية مختلفة وكيكون تيقارن شوية. راه كل واحد وكيف كيف زعما كيف ربي دار له كوموندي. دونك بزاف ديال العوامل تتقدر تساهم في هاد العلاقه اللي فيها النزاعات. ما حدنا كنتكلموا معاهم هدنين باحترام، كنحافظوا لهم على الكرامه ديالهم، كنا تكلمنا عليها في واحد الفقره. ما حدنا كنهتموا بان وكنتفهموا بان الاولويات ديالنا ماشي هي الاولويات ديالهم. مثلا غادي يقول لها ديري شي حاجه، طلب منها دير شي حاجه، هي باغا ديرها في واحد اللحظه واحده اخرى، وهو اللي بغاها باش ديرها في ديك اللحظه اللي هو اللي بغا. هنا فين تيوقع المشكل، هي راه غديرها غير نتفهم بان هي في داك اللحظه راه ما موالمهاش. انت طلبتيها منها ديرها داك الساعه، هي ديك الساعه مشغوله بغات ديرها واحد ساعتين من بعد. الا كان ما كاين مشكل في الوقت علاش اللي ما نسمح لهاش بها؟ زعما الواحد يكون شويه سوبل في هاد العلاقه. دونك الى خدينا بعين الاعتبار هاد العوامل كلها اللي تكلمنا عليها، ما غادي تكون العلاقه غير سليمه. والنزاعات والصراعات راه هي جزء من الحياه حتى هي، راه ما يمكنش نعيشوا مع الاطفال في واحد الوئام اللي هو دائم. يعني وحتى في التربيه راه فيها مجهود، فيها تعب. يعني كنغلطوا وكنصحوا بعض الامور والحياه تستمر. لازم ما يمكنش دائما تكون بحر هادئ ما كاينش فيه، لانه الا جينا نشوفوا في التربيه ما كاينش شي حاجه اللي مثاليه، لانه دائما الوالدين كيقلبوا على حوايج اللي هما مزيانين، يعني هذا من حقهم، ولكن ما غنطلبوهمش يعني شي حاجه وكانها ماشي حقيقيه. لانه حنا الواقع اللي كنعيشوا فيه مثالي، ولكن ماشي بواحد النسبيه اللي هي حقيقيه اللي بغينا نقولوا. المثاليه لا سناء، خاص الاب يشوف راسو والام تشوف راسها، هذاك هو المثال. الا بدينا براسنا حنا الوالد غادي نسهلوا الامور، العلاقه غتسهل مع الاطفال ديالنا. واخا سؤال اخر من عند مستمعه. انا مطلقه ام لريان في العمر ديالو 16 سنه من طنجه. سؤالي الكوتش اللي معكم هو انني معصبه وخاطري ضيق بزاف، وكنبغي ولدي يدير اللي بغيت،
انا ونبقى نعاود ليه الحاجه ونزن عليه حتى كيديرها بزز منه غير باش يرضيني مسكين. وبعض المرات كنحس بانني ضغطت عليه بزاف فكنسمع البرامجكم وخفت نلغي ليه الشخصيه ديالو، عافاكم كيفاش نتغير ونبدا نتصرف معاه احسن. في السؤال ديال ام ريان كاين بزاف ديال العبارات اللي عارفه وحاسه حاسه انه شي حاجه ماشي هيك. هي تتقول انا معصبه وخاطري ضيق، هذا بوحدو خاصو اون بريزون شارج، هذا بوحدو خاصو خاصها حل لهذه المساله، حيت الا كنت معصبه وخاطري ضيقه ميمكنليش ربي ميمكنش. دونك في هذه الحاله اللي هي معصبه وخاطرها ضيق ما غادي تمشي الا الامر والغوات والمحاضرات والتهديدات والعواقب، هادشي اللي هادشي اللي كيدينا هاد العصبيه كدينا لهادشي. بعض المرات الكلام في حد ذاته اللي غادي هي توجهه لريان راه معقول وعنده معنى، ولكن بحكم العصبيه ديالها الطريقه باش غادي تلقيه لريان كيولي داك الكلام سلبي. دونك عاودت تقول انا كنبغي ولدي يدير اللي بغيت. كنرجعوا هنا للاولويات اللي تكلمنا عليهم اللي ماشي بحال بحال زعما. و16 عام راه ما غاديش يقبل هذا الامر حيت كيحس براسو كبر والام ديالو باقا كتعطيه التعليمات ديال واحد باقي صغير. هو تيديرها لانه باش يرضيها كتبقى في الام ديالو، خاصه هي راه ركزت على انه انا مطلقه ربما تيشوف داك المجهود اللي كدير في غياب الاب فتيبغي يرضيها على حساب هذاك الشيء تيخصها هي في علاقتها الزوجيه مع الطليق. والطريقه اللي تتعامل مع ريان عاود هذيك شكل اخر. انا اول شيء ممكن الام ريان تعملو هو تخدم على العصبيه ديالها وتحاول دير واحد البرنامج ديالها في الاسبوع باش ما يبقاش الاهتمام ديالها كله على ريان، محور على ريان ولدها حتى هادشي اللي تيوقع، تتفرغ نفسها شويه تتفرغ نفسها وتخليه يتنفس حتى هو واحد شي شويه، تحاول تخلق واحد الجو ديال الصداقه بينه وبينه. راه عنده 16 عام راه ماشي لادولت ماشي زعما دونك خاصه انها ما كتشكيش من واحد السلوك سيء ديالو في السؤال، ما باليش انا بانها كتشكي من واحد السلوك كتشكي من طريقتها هي. يعني تحاول تقربوا ليها لان بهالطريقه بالفعل كيف قالت اللي كتعامل بها غادي تخليه يبتع زعما يبعد عليها واحد شويه. دونك المشكل راه ماشي في ريان ولكن في الطريقه ديال التعامل ديال ماما تخدم على نفسها مشكوره جدا الكوتش اسماء مجاني مختصه في التربيه الايجابيه على كل هالتوضيحات اللي قدمتي لنا في موضوعنا. الموضوع المقبل باذن الله غادي يكون هل يصح الاباء يعني يفرضوا احلامهم على الابناء ديالهم خاصه في سن المراهقه. Yeah.